ممكن يبقى في حد راضي بقضاء ربنا ومؤمن جدا ان ربنا كاتب له الخير، بس بيبقى تعبان او حزين او مجهد من كتر الخبطات والصدمات اللي شافها في حياته، وحتى هو بيعيط بيقول يا رب. ده مش معناه انه مش راضي. بلاش كل ما نشوف حد تعبان او حزين نقول اصلك مش راضي، اصلك بعيد عن ربنا، اصل بس لو تسلم امرك لله هتبقى سعيد. طبعا هو مسلم امره لله، بس هو مش لازم يمشي لكل واحد ويقول له في ودانه انا مسلم امري لله. طب ازاي ابقى في الاختبار الصعب فرحان وفي السعد فرحان؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمي عام بعام الحزن لانه كان حزين جدا حزن شديد على زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وعلى عمه أبو طالب وما فقد ابنه إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. الحزن ملوش علاقة بالرضا ولا بدرجة الإيمان. ما تحملوش الناس فوق طاقتها. ممكن أكون حزين وراضي أو سعيد وراضي. ومن هنا جت دعوة اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. تحياتي يحيى شاهين.